واللي بيقولوا احنا هنربي ولادنا زي ما اهالينا ربونا، اهالينا كانوا بيحبونا وطلعونا رجاله وستات زي الفل، مش معقدين نفسيا ولا عندنا اي مشاكل، ما احنا ناس كويسين وتمام وزي الفل اهو. هل فعلا ينفع اربي ولادي بنفس الطريقه اللي ابويا وامي ربوني بيها وهتبقى متماشيه مع المجتمع ومع الوضع الجديد اللي احنا فيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا الأول هحكي قصة ممكن تبقى دليل وتساعدنا شوية في إن إحنا نحط النقط على الحروف. الموقف أنا بحب أستشهد بيه في حاجات كتير وأظن يخص سياقنا. يروى إن سيدنا عمر بن عبد العزيز مرة في مجلسه كان في أب وابنه. الأب واضح إن هو تعليمه متواضع، إمكانياته يعني على قده، والخليفة سيدنا عمر انبهر جدا بالابن، شايف ان الابن ما شاء الله على علم ومفوه، العلم اللي عنده اعجب بيه جدا، فمدحه وذم والده فقال نعم الابن وبئس الاب. ده سيدنا عمر. سيدنا عمر شايف ان الولد ده ما شاء الله النابغه ده من علمه واللي عنده، فشايف ان الاب ده يعني، فيروح الابن بقى يصحح لسيدنا عمر يقول له بل نعم الاب وبئس الجد. يعني جدي اللي عمل كده في والدي رباه تربية متواضعة فطلع زي ما حضرتك شايف، عشان كده عفوا يعني مش مالي عينك قاعد، حضرتك مش حاسس ان هو عنده علم ولا بيتكلم كويس ولا منطقه مفوه وبليغ وانبهرت بيا، طب انا مين؟ ما انا تربية والدي، والدي هو اللي عمل كده. بمعنى السياق بقى اللي اقصده انه الاب لما لقى ان جده الجد يعني اللي هو والده ما كانش موفق في تربيته تلافى العيوب دي مع ابنه، لكن لو هو كرر نفس التجربة مع الجد هيطلع الجد والأب والابن نفس النسخة، نسخة واحدة مع اختلاف الأجيال. يبقى النتيجة اللي أقصدها إن المسألة مش مطلقة، وإن لو مشينا كوبي وبيست أو أخدنا الموضوع نسخ ولصق والتربية اللي تربينا عليها نربيها لأولادنا وأولادنا يربوها لأولادهم وهكذا، أكيد ده مش صحيح. طيب إحنا